ثاني اقتراح. مرحبا، تفضل لطيفة. الوغ نمشيو للبطبوط. اييه تفضلي. نبيعو. اييه تبارك الله عليك، الله يوفقك. تبارك الله يوفقك اختي. نمشيو للبطبوط غنديرو شويه الفرش غالبا القمح. اييه وكاين اللي كيبغي ليا القمح وفارينه. دابا واحد السيده بغات 6 غنصايب كيلو ديال القمح وكيلو فارينه، راه كيبيعهم واحد السيد هنا حدا الاذاعه ديال. اييه مزيان. خاص بداك الشيء البلدي. كناخذو البطبوط كنديرو في القصريه الطحين. كندير انا المره الاولى كندير شويه الخميره ومليحه وشويه السنيده وكنجمعو ونخليه ديك نص ساعه تيطلق شويه. عاد كندلكو مزيان، كندير الخميره القياس اللي تخمر كندلكو مزيان صافي ونلولبو خليه يرتاح. ما وجدت المنديل وغسلت يديا صافي. كتسمعيني اختي؟ اييه كنسمعك ومتبعين معاك. صافي كنشدو كنلولبو كنطلقو بالمدلك. المدلك انا عندي هذيك العصيه ديال الكرافه كنجيبها جديده وكنجرها وكندهنها بالزيت، هذيك احسن من المدلك على حيت كبيره كما كتبقاش هذيك الحزامين تشدين وخفيفه هذيك باش كنطيب صافي وكلشي. صافي كنشدو كنقطعو ملي كنبدا المدلك كندير ملي كنبدا نطلق بالمدلك كنرش الفورس باش مي لاشاط ليا ديك العجينه ما تكونش قاصحه. صافي كنرش المنديل بالفينو كنقطع ونحط. اييه بدا طالع على العجينه صافي واحد شويه بدا طالع كنرش شويه المقله بالزيت وكنرمي الزبوطه غير كنرميها كنقلبها صافي كتولي بحال العيش من الفوخة نجمعها. صافي كنمشيو للحشوه. دابا نعطيك واحد الحشوه سهله. اييه تاخذي الرز كتسلقيه ولا تسقطري تسقطي شويه الملحه وكتغسليه تخليه تسقطر. كتشدي علبه ديال الطون وشويه البزار والملح. كتشدي الصلصه ديال البيتزا والفرماج. اييه صافي كندهنو البطبوطه بشويه الصلصه ديال المطيشه كنجمعو بهداك والزيتون مقطع في الرز والزيتون مقطع والطون ديال المطيشه كيجي بنين. صافي كنشد واحد المعلقه كنعمروها وكنحكو شويه الفرماج وكنديرو عليه. اذا عندها ديك الطريصه راه كيدخلو ليها. لما عندكش كديري الكوكوط كتحطي الكوكوط وكتنقصي النار مهيله وديري الصباره تحطي الكوكوط تسخنات مزيان صافي تتلقاي داك الفرماج ديالك وكتقدميه بالصحه.